انت محمد صح؟ خالد اهلين، كيفك؟ عاش من شافك يا اخي، وينك؟ كيف ايامك؟ ما بتسوي؟ كم قد لي منك؟ 5 سنين؟ والله ولا شيء، قد لي 5 سنين جالس، الحين اشتي ابني بيتي واتزوج وعرس ان شاء الله بعد شهر يا ويلك ما تجي. وانت اخبارك؟ انا بين ادرس طب، كذا سنه رابعه. تتزوج؟ اسالك بالله. مبروك ان شاء الله، اكيد نجي ونفعل لك عرس حنان طنان. بس من العروسه؟ ايش من عرس وايش من حنان وايش من طنان؟ والله اننا حانب المهر غالي والعرس اشتي، وكل ما نصير نخطب ما تصبر بسبب غلا الامور، وفي الاخير التسينا على بنت العم. يا اخي ابعد لك من العقارب. قد ما بن معانا الله الحاضر. بس قل لي، قد فعلت فحوصات ما قبل الزواج؟ ما لك يا محمد، او تبصرني مريض. يا اخي انت ودمك الخفيف، يا اخي هذه فحوصات يفعلوها الناس كلهم بالذات الاقارب، عشان الامراض الوراثيه التي بينهم ويمكن ان تنتقل لابنائهم. كيف مرض وراثي؟ هو ضمي وابي عيال عم وجدي وجدتي عيال خال، وكلنا سالمين ولا في ناشي. ايوه ايوه، بس الحين هذا الامراض انتشرت بسبب هذا التفكير الخاطئ. وعندنا في اليمن الثلاسيميا والانيميا المنجليه اكثر مرض وراثي منتشر. هيا سلسلف على الفحص، وشوف لو انك حامل يجينا المرض او ماشي، وبعدها يا اخي ما عاد تخسر شيء. احسن مما تتحمل بظلم عيالك ويجوا مريضين ولا يموتوا. طيب يا اخي محمد، ما هو هذا الثلاسيميا؟ يا اخي هذا نوع من انواع فقر الدم، ومشهور عندنا باسم تكسر الدم الوراثي، يعني دم ابنك ولا بنتك يجلس يتكسر، وله مضاعفات كثيره، ولازم المريض ينقل دم كل فتره وفتره، ولا عيموت. وعمر المريض عندنا ما يتجاوز 30 سنه، يعني يجلس عمره وهو مريض، وبعدها يتضخم الكبد والطحال وبلاوي الدنيا، وفي الاخير يموت. والله الموضوع كبير يا اخي، بس اقول لك عرسي بعد شهر، ولو طلع شي ما اقول لعمي اني اشتيك في الناي ناجنا، ولا عرضيت يلبسني في الله فحص. يا اخي اين احسن لك تفعل هذا الفحص البسيط، ولا تدمر حياتك وحياه اسرتك وعيالك؟ انداليني في الدول الثانيه، لو تتزوج من اقاربك وما تفعل هذا الفحوصات يخليك تدفع غرامات وتتحمل مسؤوليه قرارك الخاطئ. والله ان كلامك صوت. طيب اليوم شي اسال عند عمي وابصر الخبر. السلام عليكم يا عم، كيف انت؟ كيف حالك؟ الحمد لله يا ابني، ناجت التباقة الزبط حق الماء. ها؟ ايوه ايوه، قصي اسمعني يا عم، بموضوع ثاني اهم من المهد. ها؟ قصدك الغداء والقعد حق الضيوف؟ ماشي ماشي يا عم، سع عند الغداء والقعد. كان ما هو اقضبني، ماشيش خبر وعيل، ناجت بشي ولا شيء. يا عم انت سمعت على الثلاسيميا والانيميا المنجلية؟ ما هو هذا؟ او اسم القاعه حق البنت ولا اسم الفرقه؟ او عاد تصير تقطع والخطر من الارض كلك منجليه؟ ما هو هذا من الجيده به؟ شكل الولد قرح لب فيوز، الله يستر على البنيه. اقول لك يا عام خاطرك، اسير ادي الزراد نسيتها فوق السياره. خالد كيفك؟ سلامة، ايش معك انا؟ يا اخي ابني مدري ماله، لو انه مصفر وحم ما واصل ويجلس يدوخ علينا. كم عمره؟ كده ابن 17. لا تقلق اخي خالد، خلينا نفحصه ونشوف ايش الموضوع. يا خالد الله يسامحك، ابنك طلع عنده تكسر الدم الوراثي المعروف بالثلاسيميا. شفت يا عم، شفت جزا لي ما يؤمنش بالطب والعلم، للحين ايش ذنب ابني؟ ايش ذنب حفيدك؟